استقبال المغرب للوفود المشاركة بالمونداليتو أبهر العالم وأصبح حديث الصحف العالمية. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. ان شاء الله تكون بخير يا جماعه، بصحه بسلامه. بهذا فيديو راح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعه. بهذا فيديو راح نشوف الهلال السعودي يتجه الى المغرب، والمغرب يفتح ذراعيه لاستقبال الوفود المشاركه بالمونداليتو. نعم، المملكه المغربيه، مملكه الامن والامان، مملكه السلم والسلام، الحضاره، العراقه والتاريخ. اهلا وسهلا بكم، المملكه المغربيه ترحب بكم. وايضا عنا موضوعهم تصريحات مثيره من رئيس نادي الاهلي المصري والتفاصيل مثيره. قبل ما نبتدي الفيديو لا تشتركوا بالقناه، فعل زر الجرس عشان تضل دائما توصل، تحطوا لايك يا جماعه، خلي الفيديو ينتشر، خلينا بشرسة. دعونا نبتدئ بهذه الصورة التي هي فضيحة من العيار الثقيل. حفيظ الدراجي يستنجد بالسياح لزيارة الجزائر ويسرق صور من تركيا، نشرت سنة 2018 على أساس أنها مناظر جزائرية. وللإشارة، هذه ليست المرة الأولى التي يسرق بها الدراجي منشور لدولة أخرى وينسبها للجزائر، حيث سبق أن سرق أحد الملاعب السعودية وجعلها بيوم وليلة جزائرية. دعونا نرى تغريدة الدراجي وماذا قال بها. هذه ليست رسومات ولا مجرد صور من الجزائر، بل أكبر وأعظم بكثير، تتعلق ببلد كبير وجميل وشعب أصيل وعزيز، لا ينظر للسائح على أنه دولار متنقل، بل زائر يحظى بالحفاوة والكرم. هذه كانت تغريدة الدراجي، مع العلم قد اقتبس صور من تركيا وجعلها جزائرية. وفي أقوى رد على ما يفعله الدراجي الآن، أتى من الإعلامي بقنوات بين سبورت أمين السبتي، الذي وجه رسالة لمن يهمه الأمر. قال أمين السبتي: لا أحتاج إلى إبراز جمال بلدي وكرم أهله وتطور بنياته و كل ذلك شهد به من زاره وسمع به من لم تتح له الفرصة بعد. تجاوزنا منذ السنين مشاكل لا زالت دول أخرى تتخبط فيها إلى اليوم، لكن نطالب بالمزيد ونعلم أن هامش التطور أكبر، ومدركون أن فئات من المجتمع تعيش على حافة الفقر وتستحق الأفضل. وأضاف: لا خير في من يستعمل مساحيق التجميل للتغطية عن عيوب بارزة وواضحة، فذاك مصلحته شخصية وحبه مزور وملون، ستجده دائما مطبلا للفريق الرابح. ومن لم يبين في قومه ناصحا لهم فما هو إلا خائن يتستر. هذا أقوى رد أتى من أمين السبتي على ما يفعل حفيظ الدراجي، الذي يحاول أن يغطي الشمس بالغربال. الدراجي عوضا أن يسرق هذه الصور من هنا وهناك، كان عليه أن يتكلم لماذا الجزائر تعود إلى الوراء، ولماذا باقي الدول سبقتها بملايين من السنوات الضوئية. أبرز سبب، إن كنا نريد أن نقول الأسباب، هو تابون يوزع الغاز على فرنسا وإيطاليا وجزائريون يشكون. في الوقت الذي يوزع فيه النظام الجزائري الغاز يمينا وشمالا على دول أوروبية لاستمالة موقفها لصالح الكيان الوهمي على حساب الوحدة الترابية للمغرب، تفتقر بيوت أبناء الشعب الجزائري لهذه المادة الحيوية. وفي هذا السياق وجه الجزائريون رسائل نارية للنظام الجزائري بخصوص تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. طفلة جزائرية، وفي رسالة مؤثرة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتكت من الأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء وافتقار المنازل للغاز،
بالإضافة لتردي الخدمات وضعف البنية التحتية. وخاطبت الطفلة الجزائرية النظام الجزائري قائلة: تعرفوا غير تتكلموا وتعطوا الوعود، وما وفرتوا حتى حاجة. وتابعت بالقول: تقولون لنا صنعتم لنا فلا نجد شيئا. وتابعت بالقول للنظام الجزائري: أعطوني حقي، اصنعوا الطريق وخليني نلعب. في حين اشتكى مواطن آخر من تأخر وصول الغاز لبيوت المواطنين، مبرزا إلى أنه يصل إلى إيطاليا قبل أن يصل لمنازل الجزائريين. واتهم ذات المواطن النظام الجزائري بالوقوف وراء أزمة المواد الغذائية والمواد الطاقية التي يعاني منها الشعب الجزائري. وبعدما نراها الآن من كوارث تحدث بالجزائر، الدراجي يذهب ليستنجد بالسياح عن طريق صور غير جزائرية حتى. إن كانت الجزائر تعاني هذه الكوارث، فماذا سوف تفعل السياح داخلها؟ لا يسعنا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى أين يتجه النظام الجزائري؟ وهذا السؤال سوف يجيب عليه وليد الكبير. النظام الجزائري يحاول جر المنطقة للحرب. اتهم الناشط السياسي الجزائري وليد الكبير النظام الجزائري بمحاولة جر المنطقة المغاربية للحرب. ونشر وليد الكبير تغريدة على حسابه على تويتر جاء فيها: مرة أخرى يحاول النظام الجزائري توريط المنطقة وجرها إلى مستنقع حرب سيكون هو الخاسر فيها. وأضاف بالقول: حديث عن دخول شاحنات جزائرية المنطقة العازلة بالصحراء المغربية في اعتداء على حرمة وسيادة البلد الجار. وتابع يقول: من الطبيعي أن يتم الرد على الاعتداء بتحييد المركبات، وقد سبق أن حذر المغرب من مغبة الاقتراب أو الدخول بشكل غير قانوني المنطقة العازلة بحكم أنها أراضي مغربية. واردف قائلا: الرد على من يعتدي هو الحزم، وهذا حق مكفول للمغرب صاحب الأرض والسيادة. وختم الإعلام الجزائري بالقول: تتعدى حدودك ينتهي وجودك. والأمر الغريب، بعد هذه الكوارث التي لا تعد ولا تحصى الحاصلة بالجزائر، تأتي الجزائر لتقول أنها تريد تنظيم كان 2025. ومن المؤكد أن هذا الأمر أصبح من المستحيلات. وما يثبت هذا الأمر، وكالة أنباء تصرح: المغرب الأقرب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2025 بفضل ثقة الكاف وقدرته على التنظيم بأفضل صورة ممكنة. كتبت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المغرب يمتلك الملف الأبرز بين الدول الخمس المرشحة لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لسنة 2025 بفضل الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة المغربية لدى مسؤولي الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ولقدرتها على تنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة. وأوضحت الوكالة بتقريرها الذي حمل عنوان: الكاف تعلن مستضيف أمم أفريقيا 2025 يوم 10 فبراير والمغرب أبرز المرشحين، حيث أكد التقرير أن خبرة المملكة الواسعة في استضافة العديد من الأحداث والمسابقات الرياضية وخاصة بطولات كرة القدم سواء القارية أو العالمية تضعها في مقدمة أبرز المرشحين للظفر بتنظيم هذا الحدث الرياضي. وأكد التقرير أن المغرب احتضن أكثر من تظاهرة رياضية وأثبت أن التنظيم بكل مرة كان عالميا. ولهذا الأمر أصبح المغرب الوجهة المفضلة للكاف لاستضافة العديد من الاستحقاقات القارية خلال الفترة الماضية، مذكرا في هذا الصدد بتنظيم المغرب النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر عام 2022، وكذلك تنظيم المباراة النهائية للنسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للرجال، فضلا عن استضافة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين عام 2020. نعم، وبشكل مختصر الأصابع جميعها تشير إلى المغرب. وأيضا لابد أن نتكلم عن
لجنة السوبر لينغ الأفريقي التي تعود إلى المغرب، حيث قررت لجنة السوبر لينغ الأفريقي العودة إلى المغرب خلال فترة تنظيم كأس العالم للأندية المقرر إقامته بطنجة والرباط. وحسب ما ذكرته المصادر إن اللجنة قررت العودة إلى المغرب لحضور منافسات المونداليتو والتعرف على الأجواء التي تشهدها الملاعب المغربية بحضور الجماهير. كما ترغب اللجنة بالوقوف على الترتيبات التنظيمية التي ستشهدها مباريات كأس العالم للأندية من أجل إعداد تقرير حول كيفية تنظيم المباريات في أفق وضعه على طاولة الكونفدرالية الأفريقية للعبة، وهذا ما يدعم أيضا ملف المغرب بتنظيم كان 2015، حيث أصبح الجميع اليوم يتكلم عن استضافة المغرب لهذه التظاهرات الرياضية، وأيضا كما رأينا الجمهور المغربي. الآن بعيدا عن جميع ما قلناه، دعونا ننتقل إلى الجزائر وفرنسا. ماذا يحدث بالتحديد حول التقارب الفرنسي الجزائري؟ قال هشام معتضد الخبير بالشأن الدولي إن المشاورات الجزائرية الفرنسية بين الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية والفرنسية آن ماري تترجم مرة أخرى المعسكر السياسي الذي تشيده فرنسا في المنطقة والمراهنة الواضحة لسكان الإليزي على النظام الجزائري لتنفيذ مشروعهم السياسي وتنزيل خريطتهم التنفيذية على مستوى الشمال أفريقيا. وأوضح المحلل السياسي بالقول إن هذا التقارب الدبلوماسي بين باريس والجزائر على حساب المصالح المغربية يدخل في إطار خطة العمل السياسي التي تحاول من خلالها باريس مراوغة التطورات والتحولات الاستراتيجية التي باشرتها الرباط بالسنوات الأخيرة والتي أصبحت تزعج فئة معينة بدائرة القرار السياسي في فرنسا. وأكد أن هذا اللقاء الثاني بين المغرب والجزائر يدل مرة أخرى على التحالف الواضح بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية لمعاكسة التوجهات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للمغرب في المنطقة وعلى المستوى القاري، خاصة أن المغرب مصمم على بناء شراكات استراتيجية أكثر جرأة وتقدمية، خاصة تنوعها، وهو ما أزعج القيادة الفرنسية. وأبرز أن هرولة الفرنسيين للقاء نظائرهم الجزائريين على حساب العلاقات المغربية الفرنسية ومصالحها الاستراتيجية تكشف مرة أخرى المقاربة الاندفاعية التي اعتمدت عليها باريس لتدبير التحولات الجيوستراتيجية السريعة في المنطقة والتي لم تتقبل فيها الدور الجديد للرباط. وختم حديثه قائلا إن هذا التنسيق السريع بين النظامين الفرنسي والجزائري يشكل تصعيدا جديدا وخطيرا في المنطقة، خاصة أن الإبحار الاستراتيجي مع النظام الجزائري في منطقة يغلب عليها الضباب السياسي يدخل في إطار الحسابات السياسية الضيقة، مؤكدا أن ذلك لا يخدم بالدرجة الأولى فرنسا السياسية. مختصر الحديث، ما يحدث الآن بين فرنسا والجزائر هو مجرد جعجعة بلا طحين. الآن دعونا نرى هذه الصورة، دعونا نسمع ما قاله خالد مرتجي الذي قال التقدم الرياضي في المغرب يشرف كل العالم العربي وأفريقيا. أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي المصري بإعجابه بالمستوى التنظيمي لاحتضان كأس العالم للأندية والذي ستستضيفه مدينتي طنجة والرباط في الفترة الممتدة من 1 و11 فبراير المقبل. وقال مرتجي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نبارك للشعب المغربي والكرة المغربية على تشريفهم لنا في كأس العالم. وقال أرى التطور الرياضي في المغرب والنهضة الرياضية وهو شيء يشرف كل العالم العربي وأفريقيا، والمغرب جدير بتنظيم محفل دولي مثل المونداليتو. وأضاف المغرب يعتبر وطننا الثاني ونحن سعداء بوجودنا هنا، وشرف للنادي الأهلي تمثيل أفريقيا والوطن العربي لثامن مرة بكأس العالم
للأندية. وأيضا لابد أن نتطرق إلى الإعلام المصري الذي وصف استقبال المغرب للبعثة المصرية استقبال مميز. نوهت وسائل إعلام مصرية بحفاوة الاستقبال الذي خصصته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لبعثة النادي الأهلي التي حلت بمطار ابن بطوطة بطنجة للمشاركة بالمونداليتو. فقد أجمع الصحفيون المصريون على أن الاستقبال المغربي كان على أعلى مستوى واتسم بالحفاوة والترحاب، حيث كان باستقبال الوفد المصري إدريس حنيفة نائب رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، كما أن فوزي لقجع سارع إلى الاتصال هاتفياً بمحمود الخطيب مباشرة بعد الوصول إلى المملكة للترحيب به بشكل شخصي. ومن جهته وصف الموقع الرسمي للنادي الأهلي الاستقبال بالمتميز، خاصة وأن بعثة النادي وجدت في استقبالها عددا من الجماهير المغربية والمصرية، بالإضافة إلى متابعة إعلامية كبيرة من طرف الصحفيين المغاربة. للإشارة، الوفد المصري يقيم بفندق البنيان تري، وهو أفخم مؤسسة فندقية متواجدة بالشريط السياحي الساحلي تمودا باي بالمضيق الفنادق. كما تم تخصيص ملعب ثانية الرمل بتطوان لتدريب الأهلي وأوكلاند سيتي. وهذه الصور التي نراها أمامنا هي أول تدريبات الأهلي المصري على أرضية ملعب ثانية الرمل بتطوان. بما أننا الآن ذكرنا أوكلاند سيتي، لابد أن نرى هذه الصورة. موقف رائع، فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي وضع الراية المغربية على صفحته الرسمية. فريق يستحق كل الاحترام من طرف الجماهير المغربية. وأقل ما يمكن أن يقال، هذه الناس التي تعرف أن ترد الجميل. أوكلاند سيتي انبهر بالاستقبال المغربي، وها هو يضع الراية المغربية على الصفحة الرسمية. الذي كان أول فريق وصل إلى المغرب، وكما رأينا الفريق المصري الثاني. والآن سوف نتكلم عن السعودي، الهلال السعودي الذي توجه إلى المغرب. الهلال السعودي يتجه إلى المغرب ليصل يوم الاثنين استعدادا لمواجهة الوداد في المونداليتو. كشفت تقارير صحفية سعودية موعد سفر بعثة نادي الهلال السعودي إلى المغرب تأهبا لمواجهة الوداد الرياضي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقررة بالمملكة المغربية في الفترة ما بين فاتح و11 فبراير المقبل. وأكدت صحيفة سبورت السعودية أن إدارة نادي الهلال حددت يوم الاثنين الموافق 30 يونيو الجاري موعدا لوصول الفريق السعودي إلى المغرب تحسبا للمشاركة بالمونداليتو. وأشار المصدر ذاته إلى أنه قبل التوجه صوب المملكة حرص مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز على توجيه الطلب للاعبيه بنسيان الخسارة أمام الفيحاء بهدف دون رد في نصف نهائي السوبر السعودي، والتركيز على تقديم أداء جيد في بطولة كأس العالم للأندية. تجر الإشارة إلى أن الهلال السعودي سيواجه نظيره الوداد يوم السبت 4 فبراير المقبل على أرضية ملعب مولاي عبدالله بالرباط في تمام الساعة 3:30 عصرا. ومن هنا نعلم أن الفريق الثالث الذي سوف يحط الرحال بالمملكة المغربية هو الهلال السعودي. لا يسعنا أن نقول إلا أهلا وسهلا بالجميع. المملكة المغربية مملكة الأمن والأمان، مملكة السلم والسلام والضيافة والكرم. أهلا وسهلا بالوفود المشاركة. المملكة المغربية تفتح ذراعيها للأشقاء. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجرون هذه القناة تزدر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سادة وهكسنا كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا
تفيد الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.